أهلا بكم. ما فكرتش حضرتك إيه السبب في استعباد بني إسرائيل وإذلالهم بعد العزة ورغد العيش اللي كانوا عايشين فيه أيام سيدنا يوسف عليه السلام؟ أكيد في سبب وأنا هقول لكم عليه، بس الأول هنصلي على حبيبنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده يرجع لأن في الفترة الزمنية اللي استقر فيها سيدنا يوسف عليه السلام في مصر، وبعد كده هبط سيدنا يعقوب عليه السلام وبني إسرائيل إلى مصر، كان شمال مصر تحت حكم الهكسوس، ووصل فيها سيدنا يوسف لمنزلة عالية جدا عند الملك، وكان هو المسؤول عن خزائن الأرض في مصر، وظلت الأمور على أطيب ما يكون لبني إسرائيل لغاية لما استطاع أحمس أنه يطرد الهكسوس بره شمال مصر ويعود الحكم لمصر للأسر الفرعونية. وبدءا من هذه اللحظة تبدل الحال ببني إسرائيل من ذل واستعباد واستعمال، وسبحان من له الدوام. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه فطن إلى ذلك وقال أن دقة القرآن الكريم في التحدث عن حكام مصر أمر عجيب. وبمنتهى البساطة حضرتك لو حبيت تتأكد افتح المصحف الشريف، هتلاقي كان يطلق على حاكم مصر في قصة سيدنا يوسف عليه السلام الملك، أما بقى في قصة موسى عليه السلام فكان يطلق على حاكم مصر اسم فرعون. تم التأكد من كل ده بعد اكتشاف حجر رشيد في نهاية القرن 19، وده دليل قاطع لكل مشكك في القرآن الكريم. وياريت الأمور وقفت عند كده. ذات ليلة رأى فرعون في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس ودخلت إلى كل بيت في مصر ما عدا بيوت بني إسرائيل. هال فرعون ذلك فسأل الكهنة عن تأويل رؤياه، فقالوا له يولد في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاك فرعون وزوال ملكه، فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذكروا نعمتنا عليكم يا بني إسرائيل إذ أنقذناكم من بطش فرعون وأتباعه يذيقونكم أشد العذاب والذل، فيكثرون من ذبح أبنائكم الذكور ويستبقون نفوس نسائكم للخدمة والامتهان، فأنتم بين قتيل وذليل، وفي ذلك اختبار لكم عظيم من ربكم، وفي نجاتكم من هذا البلاء نعمة عظيمة تستوجب الشكر لله تعالى. نجد أن هذه الآية الكريمة معطوفة على قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وإذا كان في الظاهر أن النجاة لآباء وأسلاف بني إسرائيل، فهي أيضا نجاة لبني إسرائيل في المدينة المنورة، فالمنة من الله عز وجل متصلة للسلف بنجاتهم وللخلف بوجودهم. الهلاك كان لفرعون وبطانته، اوعى تقول انا عبد المأمور، فالهلاك نال الآمر والمأمور. يا بني إسرائيل لا تغتروا بقوة او سلطان، فكما نجاكم الله عز وجل من آل فرعون فهو قادر على ان ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين عليكم، فان تيقنتم من صدق الرسالة فآمنوا خيرا لكم في الدنيا والآخرة. ويا للعجب، فقد تحققت رؤيا فرعون، فهلك فرعون وهلك أتباعه وزال ملكه، وكانت العاقبة والنجاة لبني إسرائيل. يا ترى هو في فرق لغوي بين نجيناكم وأنجيناكم؟ نجيناكم فيها تمهل وتلبث زي في الآية الكريمة وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أما بقى أنجيناكم ففيها إسراع زي في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يسومونكم سوء العذاب، كان بني إسرائيل أصنافا في أعمال فرعون، كان منهم من يقطعون الأحجار من الجبال، وكان منهم النحاتون والحدادون والنجارون، وأما الضعفاء والكهول ففرض عليهم الضرائب الباهظة،
يذبحون أبناءكم. يا ترى في فرق بين يذبحون ويقتلون؟ طبعا في فرق. يذبحون لا بد من إراقة الدماء ويكون بقطع الشرايين من عند الرقبة، أما بقى يقتلون فليس فيه شرط إراقة الدماء، ممكن بالإغراق أو الخنق. ويستحيون نساءكم، في ظاهر الأمر استبقاء النساء نعمة، ولكن بتذبيح الأبناء فأصبحت نقمة. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، للإشارة جت بصيغة الجمع ذلكم ولم تكن ذلك. ده يرجع لأن البلاء في هذه الآية الكريمة كان بلاء شر وبلاء خير. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بلاء شر كان بتذبيح الأطفال الذكور واستبقاء النساء للخدمة والامتهان، أما بلاء الخير فكان بنجاة بني إسرائيل وهلاك فرعون وأتباعه. فمن رأى الذل ثم النصر وجب عليه الشكر والطاعة. قال الشاعر ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. جزاكم الله خيرا.